السلام عليكم جمهورنا وحبابنا وصحابنا داخل وخارج ارض الوطن. هذه المره جيتكم بواحد الفلوق غريب شويه وما فيش الموسيقى، ولكن ما بغيتش هاد المنظر هذا يفوتكم. وجاتني فكره بانني نصور ونبارطاجي معكم، عجبني بزاف. اليوم جينا في واحد الزياره عند الخال ديالي في مولاي بوسلهام، وبغيت نبارطاجي معكم هذا المنظر الزوين من الباديه. نحن ولاد هذه المنطقه هذه ابن عن جد، واصلنا من هنا ودوزنا شلا غرائب في هذه الارض، هذه في هذه الارض السعيده سبحان الله العظيم. كيف كندخلوا ليها القلب كيتفاجئ، ومعظم الصغر ديالنا والماضي ديال الصغر ديالنا والكوارث ديال الصغر ديالنا دوزناها هنا. ياك سي جواد، عاود للناس، عاود انا وسط الدرا. ها الناس كاع قتلنا ليهم فلالسهم هنا، كاع دخلنا ليهم لبحيرهم. كانت العطله ديال 3 شهور ديال المدرسه كلها كنا كنشدوا العطله، كنصبحوا فايقين مع 6 ديال الصباح هاك. راه باقا داك النهار طلعت تصاوب لاكارت، قال لي لا جودة راه باقي الدجاج ديالكم، راه باقي مصور باقي عندكم، باقي يقول لي الروشيرش ديالنا باقينا. تبارك الله، واحد المنظر يا سلام بغيت بارطاجيه معكم. هذه الدرا وهذه اللي وسط منها لافوكا. هذه المنطقه بدات كتشهر شويه بلافوكا، منطقه مولاي بوسلهام. هذا جواد ولد خالي، هذا قدي قدو في السن، لعبنا انا وياه، درنا الكوارث الكحله هنايا انا والبقيه خوتي كاملين، دوزنا صغرنا هنا في هذه الارض السعيده هذه. ياك سي جواد؟ نعم سيدي. نعم سيدي. شنو هي هذه؟ شنو هي هذه؟ صوندا. هذه الصوندة ديال الماء؟ ديال الماء كبير. دابا هذه خدامة، باقا خدامة هذه؟ هذه حابسة دابا، حابسة. وعلاش حبستوها؟ كنتهرس واحد القابوس لداخل وتحت وحبسناها، نساوي نعاودو نصوتو فيها. دابا هذه صافي مبقاش خدامة، صافي. هذه حابسة. تركتوها؟ تركناها هاد الساعة. درتو شي وحدة أخرى من غيرها؟ نعم درنا وحدة لتحت، هذه باقا في المكان. نمشيو نشوفوها توري لنا سي جواد. مرحبا سي. يلا سي. خليكم معنا. واش كتكسل عليا تما؟ وراقد ولا اسمح لينا، اسمح لينا. تبارك الله وصلى على النبي. تي النفسيه محتاجه بزاف 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 لهاد المناظر ولهاد الاجواء. جاتني الفكره، جالس انا ولد خالي كنشرب واحد الكاس ديال اتاي رافي تحت من داك الشجر، جاتني واحد الفكره، قلت علاش ما نصورش ونبارطاجي معكم هذا المنظر هذا، لانه زوين بزاف. واللي بغى شي زياره مرحبا ياك سي جواد. مرحبا. عندي واحد الخال، عرفتي شنو راه؟ مرحبا والف مرحبا سيدي. تيقول لنا اجي وجيبوا معكم صحابكم وحبابكم وجيو سيدي، راه اللي بغى يجي يتمنظر ويشوف هذا المنظر هذا مرحبا به في اي وقت. هذه دابا لافوكا ياك؟ دابا شحال من قطار هنا ديال لافوكا سي جواد؟ ها؟ قطار. قطار؟ قطار نعم. قطار كامل مزروع لافوكا؟ كله مزروع. تبارك الله، راه فيها الخير، فيها الخير. هذا فريز فات الوقت ديالو. هذه لاريكو زارعين فيها ياك؟ لاريكو الخضرية. لاريكو الخضرية اللي هي اللوبيا الخضراء. ياك؟ نعم. كرر، رانا باقي شاد. ها؟ جاي باقي لنا. ايوا شنو راه حنا؟ وراه حنا عروبيه صح. واحد الفريزه، راه حنا ولاد الباديه صح. واحد الفريزه كنهديها لكم من بقايا الفريز. هذا دابا ما مداوي ما والو، غناكل ياك سي جواد. هذه كناكلها في خاطركم. جينا للصوندة الجديدة اللي داير جواد ولد خالي، رانا مأدب معاه دابا، راه عرفتي شنو، راه الكاميرا رانا مأدب معاه مزيان. راه هو عارف اش كاين. هادي هي الصوندة الجديدة ياك اخي جواد؟ هي هادي اخي. هكاك دابا هادي خدامة؟ خدامة اناش. الماء راه في البراج. هي اللي كدفع الماء للبراج ياك؟ نعم سيدي. هكاك تبارك الله وصلنا. نمشيو نشوفوا البراج. مرحبا. يلا دابا غادي نشوفوا البراج ديال الماء. جواد راه هو اللي نتصور، هو اللي كيصور. خلينا كون كان شي واحد اللي يصور في بلاصتو ويكون هو معايا، ولكن هو مع الاسف، مع الاسف ما كاين مشكل. في طريقنا للبراج. هذه
غادي نفاجئكم بهذا الفلوغ ديال هذه المره، ولكن راه ما دازتنيش نفسي هذا المنظر هذا يدوز بلا ما يتوثق. بغيت نوثقوه، بغيت نبارطاجيه معكم وتشوفوه معايا تشاركوه معنا. 3 شهور ديال العطله ديال الدراسه كلها كندوز هنايا، الشفره في البحير، واللي عنده شي فلوس ولا شي دجاج راه كان كيسد عليه هذيك 3 شهور. طلع من هنا، طلع من هنا. هذا الماء اللي كيطلع، هذا الماء اللي كيجي من ديك الصونده اللي شفنا دابا، ياك؟ بارك الله صلاه عمري، بارك الله. كاين الماء، يا سلام، بارك الله صلاه عمري. هاتي من عند الله لعندنا، ما دايزه، ما دايزه حتى في شي يد، ما لعبها فيها حتى شي يد. تبارك الله، هذا هو الماء اللي كيجي من ديك الصونده اللي ورانا جواد والخالي. تبارك الله في صلاح النفسيه. هذا الواليد راه معايا، الواليد وسلم على الناس، الواليد وسلم على الناس. هاكم هذا الواليد ديالي، هذا هو الفرح. شوفوه، جيت انا وياه دار بندويره، بلاتي انا نقرب ليه، انا نقرب ليه. السلام عليكم. هذا الوالد ديالي، جينا انا وياه دار بندويره، واليوم كنوريه لكم. الله يعاونكم. الله يجعل سيدي ربي هو يعطيكم ما تمنيتوا في قلبكم ديال الخير. امين يا رب. والله عنده مهمته الله يشد له فيها، واللي عنده با الله يشد له فيه. امين. ويتهلاو فيهم، تهلاو في والديكم. امين يا رب. راه حنا مرضيين للوالدين. امين. وتهلاو. الله والله يرضى عليكم، اللي عنده والديه راه باقي عنده فرصه كبيره قدامه. امين يا رب. ايه راه الله يعاونكم. راسك استحليتي المويه بارده. الله يسهل عليكم. حنا بلاد خير، تبارك الله، بلادنا كلها خير وكلها وكلها زينه. المغاربه كلهم زوينين، وكلهم بناتهم ولادهم رجالهم شينيهم. الله يلا ما الدنيا هذه راه ما غنديو فيها والو. الله يجعل سيدي ربي هو يسهل عليكم. وتحيه للمغاربه داخل وخارج ارض الوطن. تهلاو في هذه البلاد، راه خلينا فيها الدم ديالنا. تهلاو في بلادكم. بلادكم عزيزه عليكم. راه فيت في الجيش. ايه راه حنا وخدمنا مجانا، خدمنا مجانا 360 ريال في الشهر، وخلينا الوالدين جوج الاولاد، وكافحنا كافحوا حتى انتم كما كافحنا حنا على بلادكم. راه كيما كان الحال بلادكم ما تغيركم عليها حتى شي حاجه. البلاد والله ما عليكش. ما زارعين شي حاجه في الارض يا جواد؟ لا، زارعين الفصه، كياكلوها البهايم. هاكاك. وهذا الكوتا كوت، هذا هو السقا ديالها، ياك؟ كيتم جاي من هاد التيو وخارجين. ها ورخيل الشجره. هذا هو الكوتا كوت، دايز على الكرم كامل، صمطه وحده كيجي من داك البراج اللي شفنا كيطلق الماء، من تما كيتعاد يتفيك حتى الماء. وهذه لافوكا، هذه راه عاد جايه تبارك الله، دابا هذه جايه تبارك الله، مليحه كتبان لكم. ها هي صغيره بهذا الحجم، مو كتولي وازنه تبارك الله، وحده كتوصل علينا نص كيلو. هذه المنطقه جات فيها مزيان، هي هذه اول مره استفدوا منها العام اللي فات، وهذا العام الثاني، ولكن هذا العام عاد غادا دير. كيقولوا العام الاول غا حلمات، دابا هذا العام غادا دير. راني شويه كنقشبل شويه في هذه لافوكاشي. تبارك الله، هذه كامله خير، كامله خير ان شاء الله. عاد تقول بسم الله ان شاء الله، تنقولوا هذا الاسبوع ان شاء الله عاد نبداو فيها ان شاء الله. تبارك الله، لا راضيه عليك. لا راضيه، راضيه علينا مزيان. سميتها راضيه هذه؟ هذه راضيه. الماركه ديالها؟ الماركه مزيانه. تبارك الله. الفرنسيه كيقول لها كورجيت. هي كلها الاسم ديالها كورجيت. الاسم ديال المزرعه كامل كورجيت. هي هذه راضيه، وهذه فيها بزاف الانواع. ياك، فيها بزاف ديال الانواع، كل وحده والسميه ديالها. تبارك الله. لا جايه مزيانه تبارك الله، دافع ان شاء الله. ايوا ان شاء الله. احنا في البحاده واحد، غادي ورجع في الله. كتقمر وصافي. قمر انا ما دايرو لنا الخشب 1000 درهم، شحال صورنا صور. ديال اش هاد الخشب؟ 46. ديال لانكري. لانكري.
هي خاصها خمسة ونص. شحال كانت كدير؟ دابا شحال؟ 800 درهم زيادة بزاف أصاحبي. والله يصاوب الله يدير شي تاوي ديال الخير. شنو هو هذا السي جوال؟ هذا جروب. جروب ديال اش؟ جروب الضو. راك دايز من هنا وبانت لي هاد البلاصة هادي. هذا جروب ديال الضو. قلت ليها شنو كاين تما، بغيت ما نزقل حتى شي حاجة ما نصورهاش ليك. تاو ديك البرعة وديك الفلفلة ديك لافوكا. هذا هو الجروب ديال الضو باش كتخدمو. هو هذا. هاكاك. شحال كيدفع هذا؟ داكشي على حسب. واش كيخدم بالضو؟ بالضو. هاكاك. تيخدم مع بالضو. الموتور هذا موتور. هذا بيجو. موتور بيجو، هذا جروب كيدور جروب باش يخرج مولد الضو. هاكاك. وشحال كيخرج هذا؟ 380 داكشي على حسب. وكتاخذوا نتوما نتوما 220 220 ناخذوا منهم 220 وناخذوا منهم 380. عندكم شي ستابيليزاتور اللي كتعبر الضو؟ عندنا الطابلو ديالو هذا معبر ناضي معدل صايبان. هو تقدر تخدموا لينا نسمعوه؟ مرحبا. يلاه خدم اخويا. قدم لينا نسمعوه. دابا راه كيعطي الضو ياك صافي. دابا ضوي وعطي لعلي. ايوا بصح. حنا ما خلينا حتى شي حاجه ما صورناهاش ليكم، راه دايز وبان ليا. قلت له راه وريني شنو كاين تما. دابا شويه الحمد لله الوقت غدا وكتطور ياك. هادشي ما كانش من كنا صغار هنايا، كنا كنجيو كان هذاك الماطر صغار كتحكر عليه تهزو فوق الحمار تمشي تدي للواد. ها شي قطه شويه عندك. وهذا الشيء هذا ما كانش في العقول ديالنا حنا فاش عقلنا كنا صغار. الزياده ديال 81 سيدي. اللهم بارك. الله يسهل الامور. الله. سي جواد اش كدير؟ نعطيو البقيرات ياكلو. اي سيدي هبا كيوكل البقيرات نتهلاو فيهم باش يتهلاو فينا بالحليب. هو ضروري اعطيها الربيعه باش تعطينا حليب. تبارك الله وصلى عنبي. كتحلب ياك؟ نعم. شحال كتحلب من يطرو؟ الحليب ما كيتعيش على حسب لو وكلتي مزيان كتحلب مزيان. وكلت مزيان. عطاك الله الصحة ودي سي جواد. لو وكلتي مزيان راه ما كاين والو. هذا جواد ولد خالي. كبرنا جميع لعبنا جميع هنا ياك سي جواد. ياك اخويا. كنا نديروا الكحله. الكحله في الرحله. تبارك الله صافي. الدجاج حتى هو مقصر معاه. اللهم بارك. ما كاينش ما احسن من الطبيعه اخويا والله العظيم بالله. هناياش مدكنين هنا سي جواد؟ هادي مدكني لافوكا هنا. هادي الدكانه ديال لافوكا كتسمى النقله. راني عاقل. لا جاي مشى انا ولد العربيه. عطيا سلام. غادي نوريكم واحد شي حاجه غتعجبكم بزاف. تبارك الله تبارك الله صلى على النبي. تبارك الله صلى على النبي. من النوع هذا جوه؟ هذا عجيل. هذا عجيل ولا عجيله؟ عجله. عجله هذا. تبارك الله وصلى على النبي. لا 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 ما تخافيش. تبارك الله. ساير. واش يكونوا صغار شحال زوينين يا صاح. فين هو؟ هذا شتاينر. يعني شتاين شنو؟ شتاين كيكون ديال شتاين. كيفاش باش الناس يفهموا مزيان كيفاش شتاين؟ الاسم ديالهم هما هي في البرا ديال باش حنا كنديرهم لا كان البرا اللي اللي هادو ولاد ولاد البرا. ولاد البرا هاد البرا اللي سميتها شطايل. كتعطيك ماركه سميتها شطايل. هذه كتعطي لك انت عجله. كانت عجله كتكون كتحلب. كتحلب مزيان. كتحلب. نعم. كتعطي الحليب مزيان. بالنسبه لهادو لا. هذا عجل ولا عجله؟ عجل هذا. عجل هذا. هذا عجل. هو تبارك الله. هذا النوع ديال عجل. اجي العجل. اوه سي العجل. اجي ما تخافش. اجي زيد 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 زيد
زيد قرب زيد قرب لينا صاحبي زيد زيد ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما تخافش زيد زيد الله تبارك الله زيد زيد تبارك الله داكشي زين تبارك الله نتمنوا نكونوا وقادر عليه شفتوا معنا تبارك الله شي حاجه اللي تعجبكم بهذا الفلوغ مغاير تماما عن باقي الفلوغات اللي عودناكم بها اللي فيها الموسيقى او تحرك هذا البركه وهذه السي جواد هذا عجل هذا عجل ياك جواد عنده 5 شهور هذا تبارك الله مازال يزيد يدفع ان شاء الله مازال يزيد يعطي كيخصو التهلو التهلو كاين تبارك الله وحتى المرقد مزيان ايوا راني معكم اليوم كساب عجيل تبارك الله نعاودو نديرو عليه واحد الاطلاله عجيله ايوا هذا الوليد هذا كوجاباش واش يير على الناس اصاحبي عاود سلم على الناس هاكم تحية لكم الله يسهل عليكم امين يا رب العالمين هذا عجل قال لنا ياه تبارك الله والسلام احاضيه خرج بقى حاضيه اخوتي وصلنا للنهاية ديال هذا الفلوق هذا نتمنى نكونوا ان شاء الله فوجتوا شوية معنا انا والوالد اليوم راه وريتكم الوالد شخصيا ياك الوالد تحيه لكم خوتي نتمنى تكونوا فوجتوا معنا اليوم الله يفاجئ عليكم وعلى وليداتكم وعلى والديكم الوالد كيدعي معاكم الله يجعل سيد ربي يزيد بهذه البلاد الى الامام وتحيه للناس ان شاء الله وشعبها وتحيه للناس المغاربه وتحيه للناس داخل الوطن وخارج الوطن والله يجيبهم لنا الله يجيبهم لنا على خير وبخير والله يسهل عليهم والله والله ينصرهم على من عداهم امين يا رب العالمين الله يعاونكم اوليدي والله يجيب سيدي ربي يجيبكم على خير وبخير امين يا رب ويسهل عليكم في السفر ويسهل عليكم في الحضار امين يا رب ويسهل عليكم في الذهاب ويسهل عليكم في الاياب تبرعوا لي دعاوي الله يعاونكم الله يسهل عليكم الله يعطيكم ما تمنيتوا انتم وليداتكم في الخير وقريوا وليداتكم الناس الجاليه ديال اللي في الجاليه باش تجيبوا لنا اطار ينفعوا هذه البلاد ومالي البلاد تا هما يقريوا وليداتهم باش ينفعوا هذه البلاد هذه ويعطيوها راه ولادها راه ما غاداش تفرط فيهم وتحيه لكم خوتي الله يرضى عليكم وتنقولوا لكم تهلاو في راسكم الله مع السلامه الله يسهل عليكم ونكونوا ما طولناش وما تقلناش نتمنى نسمعوا عليكم خبر خير ان شاء الله مع السلامه السلام.